أعلنت المملكة العربية السعودية إيداع مبلغ 1 مليار دولار لدى حساب البنك المركزي في العاصمة عدن بعد توقيع اتفاقية وديعة مع البنك المركزي بمبلغ 1 مليار دولار. ومن المأمول أن تسهم هذه الوديعة في تعزيز القدرة في مجال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد العربي كجهة فنية ووضع خارطة طريق واضحة ورؤية تهتم بالإنسان وتلامس احتياجاته، بالإضافة إلى تعزيز جهود بناء احتياطات لدى البنك المركزي لتمكينه من تعزيز الاستقرار الاقتصادي الوطني. وبارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي إيداع المملكة العربية السعودية مبلغ 1 مليار دولار لدى البنك المركزي التي ستمثل دفعة قوية للاقتصاد واستقرار العملة الوطنية والتخفيف من وطأة الأزمة. اختتمت اليوم بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث بمشاركة نخبة من القادة والعاملين والباحثين في مجال العمل الإنساني في 50 دولة ونحو 60 منظمة مشاركة. وأصدر المنتدى في ختام جلساته عدة توصيات لتعزيز الجهود الجماعية للعمل الإنساني في عدة مجالات، من بينها تطوير الشراكات والاحتياجات الإنسانية وتحديد التدخلات المناسبة لها، وأكد التقييم الخاص بجمع البيانات وتحليلها لدعم العمل الإنساني لتعزيز قدرات الجهات الفاعلة الإنسانية على جمع البيانات وتحليلها ورصد التدخلات التي تؤدي إلى إحداث تأثير ملموس على سكان المتضررين من خلال استخدام التقنيات المبتكرة والنهج المدروس. وشدد المنتدى في توصياته على ضرورة العمل الاستباقي لتعزيز الاستجابة للأزمات بشكل أفضل، وختم توصياته بضرورة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بتفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلامة. وعلى هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني التقى سفير المملكة العربية السعودية لدى بلادنا والمشرف العام على برنامج السعودي للتنمية والإعمار محمد الجابر في مقر البرنامج بالرياض عددا من وفود المنظمات الدولية، حيث التقى بالمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع السيد جينيس كريستيانا وبالرئيس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إخيم شتاينر. واستعرض اللقاء دعم المملكة المقدم إلى اليمن، كما تطرق اللقاء إلى مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي للتنمية والإعمار في 7 قطاعات أساسية، وهي التعليم والصحة والمياه والطاقة والنقل والزراعة والثروة السمكية. وأكد السفير بأن هدف البرنامج بناء قدرات المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة عبر الكثير من البرامج التنموية التي أسهمت في تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتحسين الحياة اليومية للمواطنين. وعلى إثر اللقاء وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اتفاقيتي عمل بقيمة 6 ملايين دولار لتنفيذ مشروعات لدعم المجتمعات المحلية المتأثرة جراء النزاع المستمر في بلادنا. وبموجب الاتفاقيتين ستجري أعمال التدريب المهني ودعم المهارات المهنية والتقنية للشباب وتعزيز مهاراتهم في مجال الأعمال التي يتطلبها السوق المحلي، وكذلك برنامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف النازحين لخلق سبل عيش مستدامة. ويستفيد من البرنامجين 2575 شخص على نطاق جغرافي لعدد من المحافظات. ووقع الاتفاقيتين كل من معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة ومدير البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر. وتأتي الاتفاقيتان الموقعتان استمرارا لجهود المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للفئات المتضررة من الأزمة الإنسانية في بلادنا.